بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. والنهارده هتكون مباراه كبيره جدا 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 بين نادي الاهلي وبيراميدز في دور الثمانيه لكاس مصر النسخه القديمه. يعني النسخه القديمه يعني بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي 2021 او 21، لان احنا الوحيدين اللي في العالم كله عندنا اتنين كاس مصر في نفس الوقت، اتنين في واحد، لكن هما مسابقتين. لكن الغريبه ان اللي بيتريقوا على الكلام دوت ان في نسختين يعني في نفس التوقيت، هما نفسهم اللي اصروا وتمسكوا باستكمال الكاس القديمه، وهم شايفين انهم قريبين من الكاس ده، فقال لك ايه، نضغط شويه يمكن النادي الاهلي يزهق من الضغط اللي عليه، من التعب، من الاجهاد، فيقول لك ايه، خلاص هسيب الكاس، مش هكمل في الكاس ده. لكن النادي الاهلي مش هو ده،